بنتكلم عن الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة اللي هو تخصصك الأصلي، عايزين نتكلم على حفلة النهاردة والموسيقى الخفيفة. يعني احنا لما بنسمع كلمة الموسيقى الخفيفة يعني بنعتقد ان هي موسيقى هادئة، موسيقى بتريح الأعصاب، لكن من وجهة نظرك لو شرحت لنا تاريخها ونشأتها الموسيقى الخفيفة ايه هي؟ الموسيقى الخفيفة هي نتجت عن برضو المحاولة للوصول لأكبر قاعدة من المجتمع، إنها حاجة بسيطة مش محتاجة متذوق مثقف أو متعمق في فكره، هي محتاجة حاجة توصل لكل الناس وحاجة تعبر عن الحياة اليومية بتاعت النهاردة. فطبعا يعني هي ظهر هذا الاتجاه من الموسيقى هو تبسيط للموسيقى الكلاسيكية. طبعا الموسيقى الكلاسيكية بتاعت أوروبا بنعتبرها هي أم الموسيقى، لأن هي اللي وضعت نظريات الموسيقى من هارموني وكاونتر بوينت وسلالم والكلام دوت. وبعد كده هوت نقول في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية حصل انحراف كبير جدا في المنحنى أو في الاتجاه بتاع الفنون، مش الفنون بس يعني في كل حاجة. بعد الحرب العالمية الثانية اختلاف في القوى السياسية، تغير في القوى الاقتصادية، تغير في اتجاهات الفنية، وظهر فن أو ظهر اتجاه برضو رفض الماضي، رفض العادات والتقاليد، رفض القيود، وحتى ظهر ده في الاتجاهات اللادينية. وفي الفنون ظهر برضو اتجاه البوب ميوزك، ظهر اتجاه التبسيط في الفن. وهنا التبسيط أو سيمبلستي مش معناها الرقاقة أو مش معناها قلة الجودة، التبسيط هو أن أنا بستعمل لغة بسيطة زي بالضبط اللغة العربية الفصحى، وإحنا خلقنا اللغة العامية علشان تكون أبسط ونقدر نتعامل بيها بسهولة. فبرضو هذه الموسيقى الخفيفة هي بتخاطب قدر أكبر من الناس، وتبسيط لمفاهيم الموسيقى العالمية.